قام وزير شؤون الإعلام سعادة السيد علي بن محمد الرماحي بزيارة إلى مركز التدريب في وزارة شؤون الإعلام، التقى خلالها بالطلبة المشاركين ضمن برنامج الإعلامي المحترف، وألقى كلمة ترحيبية بالطلبة المشاركين وهنأهم على اختيارهم ضمن البرنامج الذي يقام لأول مرة بتنظيم من وزارة شؤون الإعلام. وتحدث الوزير الرماحي خلال الكلمة عن الشخصية الإعلامية القدوة وحاجة المجتمع البحريني لها وأهم المبادئ والسمات لهذه الشخصية، ووجه الوزير الطلبة إلى أن يكونوا على قدر من المسؤولية في نشرهم للمعلومة ومعرفة مدى تأثيرها على فكر المتلقي، وقال إن على الإعلامي التأكد من تأثير المعلومة بشكل إيجابي على المجتمع. واستعرض وزير شؤون الإعلام مفهوم الإعلامي الشامل وما يمتلكه من مقومات ومهارات ومدى حاجة الإعلام لهذا النوع من الإعلاميين، مؤكدا أن على الإعلامي الشامل اكتساب مهاراته بالتدريب المستمر وليس بالتنظير. وعقب الوزير على فكرة الإبداع بما حققه برنامج تام من نجاح، رغم أن فكرة البرنامج عرضت في كثير من القنوات، مشددا أن الإبداع سر نجاح وتميز أي عمل. وعن التحديات التي يواجهها الإعلام أكد الرماحي أن العمل الإعلامي يعتمد على عدة عوامل أساسية، وأن العامل الإنساني الشبابي ووجود الخبرات هو الأساس لأي عمل إعلامي، وأن التميز في العمل الإعلامي يعتمد على شخصية الإعلامي نفسه وليس على تخصصه العلمي. الجدير بالذكر أن برنامج الإعلامي المحترف تقيمه وزارة شؤون الإعلام بالشراكة مع تمكين بمشاركة 100 شاب وفتاة من طلبة وخريجي الجامعات الوطنية في تخصصات الإعلام والاتصال. الإعلامي الشامل عنده مقدرة على الإعداد والكتابة، عنده مقدرة على الحديث، عنده المقدرة على أنه يكون يمنتج، يكون مونتير، يصور، وكل هذه ترى مهارات يمكن ان انت تكتسبها. انتوا مقبلين على فترة تحتاج منكم انكم تكون عندكم مجموعة من المبادئ اللي يجب ان لا تتخلون عنها. واحدة منها الحفاظ على الوحدة الوطنية، اللي نشوفه اليوم في الدول المحيطة فينا والدمار اللي صار، ترى جزء كبير من الأسباب كانت من القائمين على الإعلام. أنت احنا نقول دائما بأن متى ما وضعت بلدك، أسرتك الصغيرة في البيت، ايش قدر أنت تحافظ عليها وما تتمنى أن تسمع وتشوف إلا الشيء الصح. نفس الشيء أسرتك الكبيرة اللي هي البحرين، المفروض ما تسمع وتشوف إلا الشيء الصح. فهذه المسؤولية تقع على عاتقكم في كل شيء، في كلمة، في صورة تلتقطها وترسلها، توزع فيديو. ترى أنت تعتقد أن العملية صغيرة وخلاص بي شيء بعدها وانتهى، لا لا أبدا، لها تأثير. والعقليات تختلف من شخص إلى آخر. في أشخاص لقطة تبقى في عقله الباطن وتأثر شخصيته وتغير عنده مفاهيم كثيرة. لذلك لما قيل أن الإعلام سلاح كبير وخطر، فعلا سلاح كبير وخطر. أكثر ما يعاني منه اليوم مجتمعنا الخليجي بأن هناك انتشار واسع للأخبار الغير صحيحة. الإحصائيات تقول بأن 50% من الحسابات اللي تشوفونها ترى حسابات وهمية غير صحيحة، كثير منها تبث من خارج الخليج. كمية الإساءة اللي قاعدين نشوفها في السوشيال ميديا ما تمثل طبيعتنا إحنا كخليجيين. أنتم مهمتكم أكبر من مهمة وسيلة أو وسائل الإعلام التقليدية. دائما يؤخذ على وسائل الإعلام التقليدية بأنها تقدم النصيحة بشكل يعتقد بأنها يعني توجهات حكومية أو يعني محاولة لإحتواء موضوع. الموضوع الآن تجاوز هذا الأمر، الآن احنا نتحدث عن أخلاقيات.
كثير من التشريعات ترى موجودة عندنا في المنطقة. يعني عملية التحديد والتحريض هذه كلها يحكمها قانون عقوبات. عندنا 2014 قانون الجرائم الإلكترونية موجود، لكن إحنا لا نملك ثقافة التقاضي في مجتمعاتنا. نتجاوز عن الكثير من هذه المشاكل اللي نشوفها على السوشيال ميديا. العملية عملية وعي أكثر، وهذه مسؤولية المجتمع كله.